السبب ديال الترمضينه هو عامل نفسي فقط لان يعني الانسان كيكون حاس بواحد الحاجه ناقصه، تقدر تكون قهوه، تقدر تكون دخان، تقدر تكون حوايج اخرى ما نفضل ما نذكرهاش، ولكن هذاك الاحساس بالخصاص هو اللي كيخلي عندهم ديك الاحساس بانه شي حاجه ماشي هي هذيك، وكتلقاه على سبا اللي حاول يهضر معاه ولا اللي حاول يتناقش معاه في شي حاجه كينفع المسكين. لا ماشي غير الكارو، ولكن نقدروا نقولوا باللي اي حاجه اللي هي بلية كتزيد من المشكل، اما الاساس ديال المشكل هو الانسان راه ما واكلش ما شرب شيء، اذا ناقصه الطاقه، راه الطاقه ما كايناش في الجسم، اذا طبيعي. غير هي المشكله ان بعض الخطرات كتلقى الناس مترمضنين في الساعات الاولى ديال الصباح، فكيفاش نفسروها؟ وباقي ما جا الجوع. اذا داكشي ديال البليات كيأثر بزاف. السلام عليكم، رمضان كريم، عواشر مباركة على جميع المغاربة وجميع الأمة الإسلامية. بالنسبة للترمضينة كل واحد كيفاش كيترمضن، كاين اللي تيترمضن ناتج على يعني بسبب التدخين والقطعة ديال الكارو إلى غير ذلك، وكاين اللي كيتعصب يعني بسبب أنه ما واكلش. يعني كنعرفوا بزاف الأصدقاء كنعرفهم يعني ما كيديروا حتى شي حاجة، وفي نفس الوقت راهم كيتقلقوا وكيتعصبوا في رمضان، يعني لدرجة أنك كتولي تشك أنهم راهم كيديروا شي بلية يعني بالتخبية، عكس الناس أخرين يعني اللي كتعرفهم راهم كيكميو أو كيتعطاو شي حاجة أخرى، يعني كتلقاهم يعني نورمال يعني بالنهار بخير وعلى خير صايمين بالنهار ومدايزعدو مزيان. فلهذا كنتمناو الناس أنهم يبقاو يتحكموا في راسهم، وترمضينا راه غير كلمة وصافي. الإنسان اللي مولف كيتعصب راه كيتعصب، واللي ما كيتعصبش راه ما كيتعصبش. كيتعصب دابا غير بنادم اللي بغى يتعصب وصافي، ما رمضان الحمد لله بنادم يخاف على راسو. هادشي اللي كاين غير هادوك الناس دوك اللي كيكونوا في المتار كيقولك انا مقطوع انا كذا كذا، ولكن رمضان لاش تا مقطوع، خاصك تكون مقطوع ديما، اما ماشي تا يجي رمضان ها كيديروا سبه. رمضان الحمد لله بخير، والله الا من الحامدين الشاكرين. الا هاد الناس اللي ما عرفت هاد الناس كي ولا بنادم كيبغي يدير فيها غلب، كيبغي يدير فيها سبع، هادشي اللي كاين. حنا راه من الصباح حنا كنشوفوا شي حوايج هنا ما دايراش كاع، ولكن قلنا نعطينا السكوات ومن بعد نروسنا الاتساع. هذاك الشيء على حسب الانسان، تيكون العقليه ديالو شويه كيكون الانسان يعني عاد تيولف هذاك الشيء، هذاك كيتسمى بحال المرض. هو رمضان عادي ضروري، رمضان بالعكس خصك تصوم وانت فرحان، وتكون واحد الجسم ديالك فرحان والذات ديالك والعقل ديالك هادئ، ماشي تكون واحد الصعوبة يعني صايم وترمضن على الناس. لا اش يقولوا هكاك، ما كاينش زعما راه هو الجوع، لا ما كنتيش واكل غتكمي، ما غتكميش، خصك تكون شبعان عاد تكمي، ولكن تيجي ان غادي تسول على الكمايه، راه ما تسولش عليها، هذاك غير عقليه شويه ضعيفه، الله يهديهم وصافي. اش نقول لك، ما كاين لا قطعه لا راك، راه واش الانسان لما هو دابا اش عوقع له لما الا ما كماش ولا ما دار شي حاجه، اش عوقع كاع؟ خص الانسان شحال 8 السوايع ما يصبرش فيهم، حتى العشيه ومن يفطر ويمشي هذاك راه ما يسبب لا مشاكل لا ليه لا لولاده لا لعائلته ولا حتى شي حاجه، ونطلبوا الله الهدايه لكل واحد وصافي. الانسان اللي كان مقطوع وما عندوش شي تا هو كتلعب دور ساعات، ولا الانسان اللي كان ما عندوش وبالسيف ما اللي بانت له راه اي حاجه يديرها.